السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجميلة في ريفيت 2024، لو انت عملت سيلكت على اي فاميلي ودخلت تعمل لها ايديت تايب، فتقدر ان انت تشوفها، تعمل لها بريفيو بحيث تشوف التعديلات اللي انت بتعملها حصلت فيها ايه. هتلاقي هنا الاختيار دوت، تقول له مثلا عايزها شديد، او انا عايزها مثلا كونست ان كولر، او عايزها تكتشر. تكتشر دي جديدة مكانتش موجودة قبل كده للزرارات اللي فاتت، تمام. وتقدر تشوفها من جميع النواحي، ممكن تيجي هنا وتقدر ان انت تعمل لها بريفيو. تقدر تشوفها بلوك تولز وكل حاجة، تمام. لو ظهرت عندك الشاشة كده هتقول له بريفيو، وتقدر تشوف بقى الفاميلي ايا كان بقى نوع الفاميلي اللي انت عايزها. فده حاجة إضافية جديدة هتسهل عليك الشغل، بحيث لو أنت عملت تعديل مثلا تقدر تشوف التأثير بتاع التعديل ده هيبقى عامل إزاي. يعني مثلا لو جينا هنا غيرنا حتى الماتيريال، هتلاقي عمل لك رندر للماتيريال. وتقدر تقول له انا عايز اشوفها في الـ 3D او في الاليفيشن او في اي حاجة انت محتاج ان انت تشوفها.